ميفينا معنا حول هذه التفاصيل مراسل القاهرة الإخبارية خالد أبو بكر. أحييك إذن خالد، نتحدث حول قمة سالزبورغ وهي تحاول أن تتحدث عن استقلال ذاتي في ظل أزمة عالمية متفاقمة في الغذاء خاصة. إذن كيف تبدو أهمية هذه القمة وتفاصيل المشاركين فيها؟ تحياتي إليك حسي. هذه القمة رفعت عنوانا عريضا وهو الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا في ظل تحديات كبيرة جيوسياسية شهدها العالم في السنوات الأربع الماضية، يأتي على رأسها الوباء كوفيد-19 وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية. فيما يخص مفهوم الاستقلال الاستراتيجي الذي تناقشه قمة سالزبورغ، ينطلق من أن حصر ذلك المفهوم في الأمور الدفاعية والأمنية بات أمرا قديما، والجديد أن ذلك الاستقلال لابد وأن يتضمن استقلالا اقتصاديا. فبحسب المنظمين لهذه القمة فإن مستقبل أوروبا يبدو متشائما على صعيد إمكانية لعبها دورا رائدا كقطب عالمي على رأس النظام الدولي. فالتوقعات تشير إلى أن مساهمة أوروبا في الناتج الاقتصادي العالمي بعد 20 عاما سيتقلص إلى 11%، فيما ستصل الصين إلى مساهمة تصل إلى 22%، والولايات المتحدة ستصل إلى 14% من حجم الناتج الإجمالي العالمي. وهذا يقلق ويؤرق الأوروبيون الذين يجتمعون في سالزبورغ من خلال نخبة من الخبراء والساسة لمناقشة كيفية الخروج من هذا الوضع المتشائم. أيضا يناقشون كذلك المسائل المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية وكيف أنها أفرزت تحديات جديدة خصوصا مرتبطة بالطاقة، وهو ما يحتم اندفاع أوروبا إلى الاقتصاد الأخضر الذي يغنيها عن الطاقة الروسية التي استخدمتها موسكو ضد أوروبا الغربية أو نعم. ضد الاتحاد الأوروبي في تلك الحرب التي ما تزال مستمرة منذ 17 شهرا، دفع المواطن نعم. الأوروبي ثمنا كبيرا من اقتصاده نتيجة عدم وجود بدائل فيما يخص الغاز. خالد، هذا في ناحية اقتصادية بحتة، يبدو أن يعني سوف تركز على الناحية الاقتصادية، لكن هل هناك مناقشة في هذه القمة لمسألة الدعم العسكري من الدول الأوروبية للجانب الأوكراني؟ لا أعتقد النقاش الرئيسي سينصب على تداعيات هذه الحرب على الاقتصاد الأوروبي وكيفية تجاوزه في وسط مخاوف من تراجع أوروبا عالميا سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي. لذلك تجد على أجندتها أمور مرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة في ظل مخاوف أوروبية من أن دورها سياسيا واقتصاديا سيتقلص في 20 عاما المقبلة لمصلحة الصين بالدرجة الأولى ثم الولايات المتحدة. وتصل التوقعات إلى أن أوروبا بالكاد سيتصل حجم مساهمتها في الناتج الإجمالي العالمي إلى 11% نعم. متساوية بذلك مع بلد مثل الهند. إذن سوف نرى معك خالد يعني ما سوف تنتج عن هذه القمة التي سوف تناقش الناحية الاقتصادية البحتة بالضرورة للدول الأوروبية. أشكرك من فينا على التفاصيل، خالد أبو بكر مراسل القاهرة الإخبارية. أشكرك خالد، كنت معنا.